عايزين بقى نقول لكم دلوقتي ان موسم الرياض رجع تاني من جديد بعد توقفه العام الماضي بسبب طبعا أزمة فيروس كورونا. الموسم التاني من الرياض شغال حاليا وردود الأفعال عليه قوية جدا والتفاعل معاه كبير. تعالوا بقى ناخدكم كده جولة سريعة في موسم الرياض. موسم الرياض تم تنظيمه لأول مرة سنة 2019 وللأسف توقفت فعالياته زي حاجات تانية كتير السنة اللي فاتت بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم كله. وفي 20 أكتوبر اللي فات ده على طول تم إطلاق بقى الموسم الثاني من موسم الرياض واللي بيحمل شعار تخيل أكتر طبعا مع الأخذ وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية. عايزين نقول لكم بقى عن أبرز الفعاليات ومكان إقامتها في فعاليات الرياض بوليفارد، وهو من أهم الأماكن اللي هتستضيف فعاليات موسم الرياض 2021. المكان ده فيه كتير من الأماكن المميزة للسهر والتسوق، وكمان هيقام فيه بعض المسرحيات والفعاليات الغنائية المميزة جدا. في فعاليات رياض بقى وينتر وندرلاند، وده المكان الموجود فيه الألعاب والعروض المميزة والمسارح، وفي معرض خاص بقى بتراث نادي ريال مدريد الرياضي لأن ليه طبعا قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في العالم كله، وفي كمان برضو واحدة من أكبر حلبات التزلج في العالم. فعاليات نبض الرياض، وهي فعاليات بتشمل مجموعة من العروض ثلاثية الأبعاد وبتعرض تاريخ المملكة العربية السعودية من تأسيسها لحد الوقت الحالي. في برضو بقى ملاعب الرياض، ودي حاجة بقى لكل عشاق كرة القدم في السعودية سواء بقى من السياح أو المقيمين فيها أو المواطنين بتوعها، وهيكون في مجموعة من المباريات العالمية بين بقى أكبر الفرق اللي في العالم. حتى في مباراة هتجمع بين نجوم نادي النصر والهلال ضد نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه. موسم الرياض بقى هيشمل 7500 فعالية تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، 6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، 350 عرض مسرحي، 18 مسرحية عربية، 6 مسرحيات عالمية، بالإضافة لبطولة واحدة للمصارعة الحرة ومباريتين عالميتين و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب طبعا 200 مطعم و70 مقهى طبعا بتنوع الأذواق الحضور والشرائح العمرية المختلفة. نقول لكم بقى على وجود وتواجد مصر عامة في موسم الرياض، لأن في طبعا مجموعة من الأعمال المصرية الكبيرة جدا اللي هتبتدي بقى تعمل شوية عروض هناك، وأوريدي خلاص في حفلات لمطربين مصريين كتير ابتدوا يعرضوا فنهم هناك. في مسرحية جوازة معفرطة اللي هتعرض من يوم 2 ل 6 ديسمبر، ده بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد أنور. في مسرحية عائلة لسعة جدا من 2 ل 6 ديسمبر برضو، ودي بطولة أحمد زاهر وبناته ليلى أحمد زاهر وملك أحمد زاهر والنجم أحمد فتحي وتأليف محسن رزق واختار إخراج أنا أسفة تامر كرم. نروح بقى للجزء الغنائي بقى، لان طبعا في حفله للنجم محمد حمائي يوم 2 ديسمبر بكره ان شاء الله. الحفله دي متوقع ان هي هتكسر الدنيا، لان اول ما اعلنوا عنها كانت التذاكر كلها بتخلص. طبعا حفله النجم انغام اللي كان في تفاعل كتير جدا معاها اونلاين على مواقع التواصل الاجتماعي، في برضو عروض لحفلات كوكب الشرق مستمره وحفلات لعبد الحليم حافظ، وهم مستمرين لحد يوم 1 فبراير ويوم 31 مارس.